كل يوم كل يوم تطلع دراسات جديدة على أهمية فيتامين دال في أجسامنا. أول ما طلعت الهبة هذه مالت فيتامين دال قالوا إنه زين حق العظام، بعدين الدراسات أثبتت بأنه ممتاز حق الجهاز المناعي، بعدين طلع أن اللي عندهم نقص فيتامين دال صعب إنه ينزلون أوزانهم، والآن الدراسات تذكر بأنه له تأثير كبير على موضوع النفسية والمزاج. ولازم الواحد يعرف يا جماعة بأن فيتامين دال هو ليس فيتامين، هو هرمون. يعني إذا بتاخذ فيتامين دال مو تروح صيدلية تاخذه بس، نصيحة، لازم تسوي فحص دم، تشوف كم نسبة الفيتامين دال اللي عندك، وش كثر نازلة، والطبيب يحدد لك الجرعة وش كثر لازم تاخذها. لأن لا تنسون هو فيتامين مذاب بالدهون، يعني معناته يتأكسد داخل الجسم، إذا خذيت كمية كبيرة منه يضرك، يعني مو بس نقص يضرك، حتى زيادة تضرك داخل جسمك. وهناك أطعمة كثيرة عالية بفيتامين دال، الصفار البيض، السلمون، بس ما يوكلون خبز. ليش ما يوكلون خبز؟ لأنه لو تقعد بالشمس 10 دقائق بس كأنك ماكل 25 بيضة. الله خالق أجسامنا عشان تجلس في الشمس، عشان تشتغل بالشمس، عشان تطلع بالشمس. حياتنا الحين صارت خالية من الشمس، الشمس جزء أساسي في حياتك. 10 دقائق بالشمس 3 مرات بالأسبوع تعطيك احتياجك وزيادة حق صحتك وطاقتك ونشاطك وجهازك المناعي وعظمك ونفسيتك. عدل مزاجك بفيتامين دال، اقعد بالشمس شوية، والله اسمع كلامي.